السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ أتمنى تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. في الفيديو ده هقولك ازاي تستخدم الفلتر بطريقة احترافية وازاي تطلع نتائج أكثر دقة وكمان تعرف تطلع نتائج بسهولة بدل ما تتعب في حاجات اللي انت تشتغل فيها يدويا أو مانيوال، تمام؟ ولكن عندنا شيت بالمنظر ده وعندنا ريبورت اللي هو مثلا أسامي ناس والمرتبات بتاعتها، تمام؟ الأسامي دي فيها ألوان كتير، فأنت عايز توحد اللون، تفلتر أو تعمل سورت. تفلتر إزاي؟ ممكن تدوس هنا كده على المكان اللي فيه ألوان ده، تمام؟ وتيجي عند فلتر باي كولر، وتيجي عند اللون ده، فهيجيب لك اللون التركواز لوحده، أو هيجيب لك اللون الأحمر لوحده، أو هيجيب لك اللون الأصفر لوحده، أو اللي هو من غير لون خالص اللي هو نوفل اللي هما لوحده، تمام؟ لو عايز تخرج من الفلتر ترجع من هنا تدوس على كلير، تمام؟ دوس كلير هيرجع لك الفلتر، هيرجع لك الشيت زي ما هو بالظبط، تمام؟ لو انت دلوقتي عايز توحد الالوان كلها وتخلي كل الالوان تحت بعض بدل ما يبقى بالشكل ده، هتروح جاي على هنا وتعمل سورت. سورت دي اللي هي اعادة تعيين، او اللي انت سورت دي اللي هي ايه، بتحدد من اول وجديد. هتيجي عند سورت باي كولر لو انت عايز تعمل بالالوان، سورت باي كولر، تمام؟ وتيجي عند اللون التركواز هتبقى اول حاجه، سورت باي كولر اللون الاحمر بقى اول حاجه، سورت باي كولر اللون الاصفر بقى اول حاجه، ولو انت عايز سورت باي كولر اللي هو نوفل اللي هو يبقى اول واحد خالص فوق، يبقى ابيض اصفر احمر تركوازي، تمام؟ دي حاجه من الحاجات الكويسه جدا اللي بتفيد بعد كده. لو انت عايز تجيب التفلتر اللي هو على المرتب اللي فوق مثلا ال2000 جنيه، فهتفلتر ازاي؟ تيجي هنا تدوس على الفلتر بتاع البيزك سالري، تمام؟ وتيجي عند فلتر نمبرز اوف فلترز، تمام؟ وتيجي عند جريتر زان او ايكوال تو. جريتر زان دي اللي هي اكبر من 5000 جنيه، تمام؟ جريتر زان اور ايكوال تو دي اكبر من او بتساوي ال5000 جنيه، يعني لا اما تساوي ال5000 فيما فوق، هي دي يعني، مش اما يعني هي دي فعلا جريتر زان اللي هي اول واحده فوق دي كده اللي هي دي بتقول لك فوق ال5000، يعني ما تجيبش ال5000 مثلا. اما جريتر زان اور ايكوال تو دي بتساوي ال5000 فيما فوق. فهنجرب مثلا نجيب الجريتر زان دي ونكتب هنا 2000 جنيه مثلا، 2000، تمام؟ وندوس اوكي. دي كل الناس اللي فوق ال2000 جنيه، تمام؟ طب لو احنا عايزين نكتب، نيجي هنا greater than or equal to اللي هي 2000 جنيه فيما فوق، يعني لو في 2000 جنيه، لو واحد مرتبه 2000 جنيه ضيف له 2000 جنيه، ندوس greater than or equal to اهي وندوس اوكي. دي الناس اللي بتاخد 2000 جنيه، وكمان الناس اللي بتاخد 7000 و2600 وهكذا. طب نشوف مثلا حاجة تانية اللي هي filter by numbers دي اللي هي less than. less than دي اللي هي اقل من، برضه نفس الجريت دي، نفس جريتر زان دي، ليس زان دي اللي هي اقل من، ليس زان او ايكوال تو بتساوي او اقل من، يعني مثلا عايزين نجيب مثلا اللي اقل من 2000 جنيه، مش هيجيب لك ال 2000 جنيه خالص، هيجيب لك الاقل من 2000 جنيه كلهم 1500 جنيه، تمام؟ لكن لو انت قلت جريتر زان ليس زان اور ايكوال تو هيجيب لك ال 2000 جنيه فيما اقل اهو، يعني هيجيب لك اللي بياخد 2000 جنيه واللي اقل من ال 2000 جنيه كمان 1500 وهكذا. طب نرجع لورا كمان ونشوف دي كمان، تمام؟ هنجيب، هنقول مثلا ايه، بتوين. بتوين دي اللي هي بين البنين، يعني انت عايز ما بين مثلا 2000 جنيه الى 5000 جنيه، مين الناس اللي بتاخد ما بين ال 2000 جنيه ل 5000 جنيه؟ اهو هندوس كده على بتوين ونكتب ال فين مثلا الى 5000 جنيه، دي greater than or equal to، حتى هي محسوبة هيك كده اللي هي ايه، بتساوي 2000 جنيه أو أكبر من، يعني بتساوي 2000 جنيه أو أكبر منها، ودي بتساوي 5000 جنيه أو أقل منها أهو، 2000 جنيه أهي ولحد 5000 جنيه أهي، دي اللي ما بينهم، مفيش حاجة أكبر منها، تمام؟ نرجع برضو نفك الفلتر خالص، نيجي برضو هنا، نيجي عند numbers filter اللي هو التوب 20، التوب 10. التوب 10 دي اللي هي اعلى مرتبات، لو دوست عليها هي نفسها هتجيب لك، بص اهي توب 10. لو انت مثلا عايز لا اما اول 10 اشخاص، او مثلا نقول اول 5 اشخاص، ندوس اوكي.
بأول 5 أشخاص، 3000، 7000، 5000، 4000 وهكذا. دولت أول 5 أشخاص. طبعا أنت عايز تكمل 10 مفيش مشكلة، عايز تعلي كمان مفيش مشكلة. نخرج برضو ونخرج بالفلتر أهو، نرجع ندوس كلير أهي تمام، وندوس هنا كده نمبر أوف فلترز، والأباف أفريج. أباف أفريج دي اللي هي إيه؟ اللي هو فوق المتوسط. المتوسط بتاعهم إيه؟ لو أنت عايز تعرف متوسط الناس دي، لو أنت جيت وقفت هنا كده وعلمت عليهم كلهم كده هنا تمام، هتيجي بص نعملها حركة حلوة أوي. بص دوس بيساوي، الأفريج عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعهم على عددهم. مجموعهم اللي هو إيه؟ اللي هو ده سم، الرقم ده خالص، الرقم ده كله تمام تمام اهو، ونقفله ما بين قوسين اهو عشان ما ينفعش الدالتين يبقوا مفتوحين. اعلى عددهم اللي هو كام؟ اللي هو 33. هيطلع لك المتوسط بتاعهم اللي هو 2184. ففي في equation اسمها average. لو انت جيت يساوي average اهي، رقم 2 اهي، لو دوست عليها مرتين اهي وتروح جايب النمبر ده كله تروح قافله، هيقول لك برضو الافريج بتاعهم 2184 جنيه. الافريج عبارة عن متوسط على عددهم. فهو بيقول لك احنا هنشيل بقى كده كده الافريج بتاع المتوسط بتاع المرتبات دي كام؟ 2184. هنيجي هنا بقى يقول لك اباف افريج، اللي هو لو انت عايز اباف الافريج يعني فوق ال 2184 جنيه، هم دولت دولت فوق ال 2184 جنيه، 2600، 5000، 4000 وهكذا. طب لو انت عايز بيلو افريج اللي هو تحت المتوسط بتاعه، هيجيب لك ال 1500، 2000، ما احنا قلنا الافريج بتاعهم 2184 جنيه. هو ده الفلاتر دي تحفه. بص بقى هنا كاستم فلتر دي بقى، لو انت بتقول يساوي، لو انت عايز بص بقى دي حلوه جدا بقى، دي انا بستخدمها انا ساعات. لو انت عايز تفلتر على اللي مرتبهم 2500 جنيه، 1500 جنيه قصدي، 1500 بس، يعني تجيب لي اللي في الفلتر، تجيب لي مرتبات اللي بياخدوا 1500 جنيه فقط اهو، كل دول بياخدوا 1500 جنيه. طب نخرج تاني ونشوف هنا تاني، ونقول ندوس برضه على كاستم فلتر doesn't equal، يعني ما بتساويش، يعني انا عايز اللي في الفلتر ما يساويش ال 1500 مثلا، يبقى هو هيجيب لي في الفلتر اللي ما بيساويش ال 1500. بص اهو مفيش 1500 خالص هنا، doesn't equal تمام. هنيجي برضو هنا تاني custom filter greater than or equal to، دي عملناها less than or less than equal to begins with. بص بقى دي حلوة قوي، دي begins with دي بقى احنا عايزين ندخلها هنا، يعني عايزين ايه نبتديها نكتبها في الاسامي هنا تمام. احنا عايزين نقول ايه begins with دي، هقول لك هتعجبك قوي. بص اهي دي begins with اللي هي بتبتدي بايه، انت عايز تبتدي، وليكن انا هقول له مثلا هات لي الاسامي اللي بتبتدي باسم ام اي، ام اي تمام. اول ما ادوس اوكي دي الاسامي اللي بتبتدي بام اي، اهي ام اي مايكل، ام اي مينا، ام اي مينا جورج، مينا جورج وهكذا، مينا عادل وهكذا تمام. طب نخرج تاني ندوس نفك الفلتر اهو. طب نيجي هنا تاني اهو، نجيب على اللي هو custom filter اهو doesn't begin with، يعني انا مش عايز الاسامي اللي بتبتدي بام اي، مش عايز الاسامي اللي بتبتدي بام اي، ركز في الحته دي doesn't begin with اهو، مفيش اي اسم بيبتدي بام اي، فهمتني اهو، زياد، نادر، هشام، سماح، سامح قصدي، كله روماني، مفيش اسم بيبتدي بام اي. طب نفك الفلتر تاني ونيجي هنا تكست فلتر كاستم فلتر، نيجي عند دي doesn't begin end with، بتنتهي بكذا.
انا عايز الاسامي اللي بتبتدي مثلا ب اي جي مثلا، او اخرها اي جي، دي فرج يعني عشان اي جي اخرها. نفك الفلتر تاني ونيجي عند هنا وندوس كاستم فلتر، تمام. doesn't end with، دي برضو نفس عكس عكس اللي احنا كنا بنتكلم فيها دلوقتي، اللي هي مش عايز الاسامي اللي بتنتهي بكذا. دي على فكره ممكن تستخدموها مثلا ان انتوا بتدوروا على ارقام معينه متشابهه ومش عايزين مثلا تاخدوا الارقام اللي فيها مثلا اخر، زي مثلا زي سرايل موبايلات او حاجه زي كده. الموضوع ده هيفرق معاكم قوي. contains، الله الكلمه دي تحفه يا جدعان. contains، انا عايز الكلام اللي بيحتوي على مثلا اس اي، الكلام اللي بيحتوي على اس اي. بص اوكي كده، بص اس اي سمير، اس اي سمير، سامح سعيد، ستار سامح. تخيلوا دي بقى، دي الحاجات اللي محدش بيستخدمها كتير في الفلترز. دي الحاجات اللي هي تحفة التحفة في الفلتر بالذات، اللي هو doesn't contain، اللي هو انا عايز الكلمات اللي هي ما تحتويش على الجملة، على الجملة اللي انا هقولها. وكمان ممكن بقى تدوس بقى على and وتزود معاها بقى اللي هو ايه، دي تضيف مع دي. يعني الموضوع هيبقى حلو قوي، كانك بتفلتر وكانك بتعمل معادلات بس جوه الفلتر بس. فاتمنى فعلا فعلا الفلتر يفيدكم. انا فعلا كنت حابب ان انا احكي لكم الموضوع ده قوي واشرحه لكم، بس كنت باخد وقت شويه، والحمد لله خلاص طلعت الفيديو اهو. فاتمنى ما تبخلش عليا بلايك وتشترك معايا في القناه. انا اسمي محمد تحسين، احنا مش بنتكلم عن الاكسل بس، بنتكلم عن الساعات وبنتكلم عن الرياضه وبنتكلم عن كل حاجه. خش عندي على القناه وهتشوف كل حاجه ان شاء الله. وشكرا جدا لدعمك، شكرا جدا انك متواجد معايا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.